وهلا عشية جايين نتعشى بمحل اسمه سايغون ستيشن. الليلة نحن بدبي منطقة السيليكون اويسيس، بدنا نجرب اكل فيتنامي، فيتناميز فود عند السايغون ستيشن. الاكل عندهم هلا هيدي لحمة دجاج وشريم اللي هن اسمهم كويكو. هيدي التانتون اذا حابين تعرفوا عليها. فرجيني كيف هلا من بعد المقبلات بدنا نبلش بالسلطه اللي هي البوميلو سلطه، معموله من بوميلو ومن سلطه. اوكي كان فيها شريم وبوميلو. واو هذا اكل فيتنام بتلاقي يوم مكان الشارع كثير رخيص، يعطوك اياه بتاكل بكيس نايلون او كيس ورق. وفي شغله كمان غريبه وحلوه الواحد لازم يلفت نظر لها، بأجروكم جريده وبتقعد حد ستاند بتاكل على الجريده. غريب، مرة ثانية لما تكون بفيتنام حفرجيكم. هلا البيف يعني ماشي بعد تقريبا 10 ثواني 10 سكندز، ذا بيف از كوك صار جاهز. وهلا نحن لازم نعمله نشيل السوق. كريزي اكل اخويا. بس الحر حر حر. خلصنا اكل عند سايغون ستيشن. تدون did you like it? Yes she liked it. So mission accomplished for tonight.